حديثه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتتبعينا الكرام في قناة مناحي الأفق. اليوم بربي إن شاء الله راح نفارطاجيو معاكم حاجة طبيعية يعني تصر النحالة وتصر الناظرين المتفرجين، هي وصول فرخ النحل لأحد صناديق اللي حطيناهم كما نقولوا احنا ديبيا شفخة لصيد الفراخ. هاو كيما راكم تشوفوا، هاو النحل جاي وهاو بدا يدور على قرب تشوف اخونا على الخلية الفخ، وهاو بدا يدخل. هذيك الخلية درناها احنا كفخ لصيد فراخ النحل، راكم تشوفوا هاو جا وهاو قاعد يهبط بشوية حتى درك يركح يدخل. احنا بربي ان شاء الله غدوة ولا غير غدوة راح نطلع على الفرخ هذا ونعطيه له كيما نقولوا كادر تاع حضانة ولادة صغيرة باه نزيدو نركحوه مليح في البلاصة هذيك ان شاء الله. ان شاء الله هيا نخليكم تتابعوا معنا الفيديو حتى الاخر، خلاص حتى يركح خلاص. Try this yourself. It's extremely dangerous.